السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هعمل الفطير الفلسطيني. هنعمل الشيرة، هنحط كاسة سكر، شايفين هالكاسة هي، هنحط كمان كاسة تانية سكر، شايفين. بعد شوية هذا كاسة مية، وهذه كمان نص كاسة مية. على كاستين السكر كاسة ونص مية عادية، ونخليه على النار لما تغلي. يلا على بركة الله نبدأ نعمل عجينة الفطير المشنتت اللي هو الفطير الفلسطيني. هنحط كل الكيس هذا الدقيق الفاخر في السمنة، شايفينه. هنحط نص معلقة صغيرة ملح، شايفينها، معلقتين زيت زيتون، ونبدأ نعجن الدقيق. طبعا في دقيق يختلف عن الدقيق، في دقيق بياخد مثلا كاسة ونص مية، في دقيق بياخد كاستين، على حسب ما يكون نوع الدقيق. على بركة الله. طبعا هذه العجينة اللي احنا هنعجنها ما بنحط فيها لا خميرة ولا بيكنج باودر ولا النوع الثاني ولا حليب، بس ملح وزيت زيتون والمية، المية تكون باردة طبعا. هنحط الحشوة نحن اليوم، جوز عن جمل وزبيب على حسب ما بتحبي، وجوز الطيب تبشريه بهذه المبشرة، تقريبا بدنا معلقة، شايفينها. هنبشر بقيتها هذه، وقرفة برضو، القرفة هذه معلقة، شوفوا كيف معلقة كبيرة. بالنسبة للجوز ما هندقه بالمدقة، هنكسره كده بيدينا عشان تبقى الحبات معانا صاحية، ما يكونش ناعم كتير، شايفين. نعمل هيك، شايفين كيف. على بركة الله إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو الفطير الفلسطيني. شوفوا بنحط العجينة، كل العجينة بهذه الطراوة، شايفينها، شايفين كيف بهذه الطراوة، نحطها هيك، شايفين، بس بنريحها بالصينية هذه، خليها ترتاح شوية، وبعد هيك يعني زي خمس دقايق من كورها. شوفوا لازم تبقى هيك لينة وتلزق معاكي، بعدين تحطيها هيك تكون طرية، بس شوية كده خمس دقايق هترجعي تكوريهم من أول وجديد. على بركة الله. بعد ما ترتاح خمسة لعشر دقايق نعيد، نرجع تاني نعمل هيك ونكوره تاني عشان شكلها حلو، وعلى حسب ما نحن عايزين الفطيرة بنسويها، هتكون الفطيرة بالمقاس هذا، شايفين المقاس هذا. شوفوا بعد ما كورنا العجينة بهذا الشكل، شايفينها كيف، حطينا لها شوية زيت زيتون وحطيناها في الصينية، هنلبسها في نايلون، هذه الصينية في نايلون، وبعدين نسيبها لمدة ساعة أقل شيء. كل ما تسيبت العجينة ترتاح، كل ما كانت العجينة لينة في التمدي، لما تيجي تمديها، شايفين. على بركة الله. طبعا لما نيجي نعمل العجينة هنجيب سمنة، هنحط على السمنة زيت زيتون،
ونبدأ العجينة، نفردها العجينة. هوريكم كيف. شوفوا كيف هنعمل الخلطة هذه. هنحط القرفة، معلقة كبيرة قرفة على تقريبا نص كيلو جوز، 3 معالق سكر، وحبة جوزة الطيب بشرناها. هنحركهم هيك مع بعض، بتكون هذه هي الحشوة تبعتنا اليوم على بركة الله. يلا شوفوا ما شاء الله تبارك الله، بعد ما خليناها تخمر تقريبا ساعة ارتاحت. شايفين؟ هناخد العجينة هذه بالشكل هذا، ونجيب الصينية، نقلب الصينية بدل ما تكون على وجهها على قفاها، يكون أفضل. ونحط بإيدنا زيت، هذا الزيت نصه سمنة ونصه زيت زيتون. نبدأ براحة إيدنا نفرد هيك من الداخل ونطلع لبرا، من الداخل ونطلع لبرا زي ما انتم شايفين. بعدين ناخذ من هنا ونمدها هيك، تتنزع معانا مش مشكلة. احنا عملنا الكور صغيرة عشان ما نقطع، نعمل بس واحدة بوحدتها. شايفين؟ صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذا الفطير الفلسطيني، الفلسطيني. شايفين؟ نحط عليه شوية الزيت والسمنة، نبدأ نطبقها.
شايفين ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ننقلها على الصينية. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، حطينا الفطير بعد ما عملناه حطيناه بالفرن. لازم يكون الفرن حامي 180. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلاص يتحمر الفطير تبعنا فلسطيني، شايفينه؟ هنطلعه من الفرن على طول نحطه في الشيره على بركة الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله الفطير تبعنا، شايفينه؟ شايفينه كيف؟ ما شاء الله تبارك الله. نقوم نحن ايش نعمل؟ شايفين كيف تجيب الفطيرة هذه؟ ناخذها من الصينية وهي دافية سخنة، ننزلها في الشيرة بهذا الشكل، بعدين نرفعها ونحطها في صحن التقديم. صحن التقديم هذا شايفينه؟ هذه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. في طبعا نحن بنجيب الفطيره هذه مثلا، هذه الفطيره شايفين، ممكن نقصها احنا بالدراجه. نشوفها سخنه ولا بارده؟ شويه دافيه. نقصها كده بالدراجه، سامعين القرمشه تاعتها، ونقص هذا الجزء تمام، بصير مثلث معاكم. شايفين؟ عشان يسهل على الضيف، بدل ما تحطيه للضيف تتكسر مع وسخنة الأواعي وكده. شايفين؟ الحمد لله خلص طبق اليوم، هو الفطير الفلسطيني. ان شاء الله ينال اعجابكم. لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وتكتبوا لي كومنت يا ترى عجبكم طبق اليوم ولا لا. انا قطعته هيك علشان لما انت بدك تحطيه قدام الضيوف ما بينفع تحطي القطعه كامله، لازم تقطعيها هيك، لانه الضيف مثلا بده ياكل شقفة زي هيك، شايفة؟ ويقرمها كده. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شايفين؟ اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. Oh.
لك مين في حياتي وانت حافظ عمر لحياتي وانت حاول لك مين في حياتي وانت حافظ عمر لحياتي Thank you.